اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. مين هم؟ ده بقى المعنى الحلو قوي اللي احنا ممكن يبقى يعني رائع ان احنا نثمر فيه ونتكلم على من الذين انعم المولى عز وجل. انعم رب العالمين، يبدا الرد يجي في سوره النساء، ومن يطع الله والرسول، هيطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انعام رب العالمين على هؤلاء الكوكبه. طيب احنا ممكن نكون بقى من الصالحين، اصل الانبياء خلاص والرسل والشهداء، وان كان يعني من سال المولى عز وجل مرتبه ومنزله الشهاده اعطاه الله لها، اعطاه الله له وان كان على فراشه. فدي مراتب اللي رب العالمين بينعم عليها. احنا ندخل بقى في الصالحين، ان احنا نكون من الصالحين، ناخد هذا الفضل ونكون مع هذه الكوكبه الناجيه اللي رب العالمين انعم عليهم للصراط المستقيم في الدنيا والاخره. الصالح هو الصالح بمعنى ايه؟ الصالح ان يكون مثلا اخلاقه طيبه، هيدخل من تحت الصالح، لكن مش هو صالح. ممكن يكون الانسان بالفطره اخلاقه طيبه، معاملاته كويسه، لكن الصلاح ان يكون على طاعه وهدي لله ورسوله، ده يكون بقى من الصالحين. فطبعا دي كوكبه رائعه، لو كنا ممن كتب لهم مولى عز وجل الهدايه الى الصراط المستقيم هنكون فائزين من هؤلاء الكوكبه، وحسن اولئك رفيقا كما قال رب العزه. فيا رب نكون فينا الصالح، نكون صالحين مصلحين. ومعنى بين الاثنين، صالح اني بشتغل على نفسي، ان اصحح نفسي قبل ما ابدا اتكلم مع غيري وابدا اتلفظ باي كلمه في الدعوه الى الله جل وعلا. اصحح نفسي، لان المفترض اي حد بينظر للشخص الصالح ده انه قدوه. صحيح. فهقبل منك النصيحه ازاي وانا شايفه فيك القصر؟ وان كنا مش كلنا كاملين، لكن على الاقل في الامور اللي رب العالمين حتى في الامر اللي بتكلم فيه او بنصح على فيه، على الاقل على ده، ان انا كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فمهم قوي يبقى، ودايما بندعي كده، اللهم اجعل يعني اقوالنا وافعالنا ترضيك يا رب العالمين. اصل سبحان والظاهر والباطن، يستوي الظاهر والباطن، لان كتير طبعا رب العالمين ستير وسترنا بستره. صحيح. لكن فكره ان الانسان ممكن يكون من بره حد رائع جدا وخلق رائع جدا، ولكن اللي بينه وبين ربنا مش زي، دي كارثه، دي كارثه بينه وبين ربنا وبينه وبين العباد. وحنا تفضلتي في الاول وقلتي ان ممكن يكون بيؤذي العباد وربنا ما بيسامحش في الذنب اللي حق العباد، وده حق العباد. ده شروط التوبه يا احبه ثلاثه في حق المولى، ثلاث شروط في حق العباد، اربعه بيزداد شرط رابع لعظمه الشيء الشديد اللي الانسان بيتعدى بيه على الاخرين. فصالح ان اصلح نفسي في المقام الاول، واشتغل على ده فتره كبيره. ومن هنا كان اصطفاء رب العزه للانبياء والرسل، لم يكن اصطفاء كده يعني حاشاه ان ما يكونش ليه اسباب، لا، اطلع المولى عز وجل على قلوب الخلائق ولم يجد اصفى ولا انقى من قلوب الانبياء والمرسلين، فجعلهم للرساله فيهم من الصلاح. يبداوا بعد هذا الصلاح وهذا هذه القوه الايمانيه المستمده من الخالق جل وعلا ان يكونوا مصلحين لغيرهم. يبداوا بقى بتعاليم رب العالمين، يقدموا النصيحه للاخرين، يقدموا الطريق ويبسطوا الطريق ويبين لهم الصراط المستقيم كما اراد المولى عز وجل. فاللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين لغيرنا يا رب العالمين. فطبعا كوكبه رائعه جدا، هم دول اللي رب العالمين اصطفاهم لهذا الانعام للصراط المستقيم. فسوره الفاتحه نقراها من بعد اعتقد الكلمات الطيبه دي، ان احنا عينينا على طول على هذا الدعاء. نعرف ان احنا بنقرا اعظم نستشعره واحنا بنقوله، هيبقى على فكره مجسد. اعتقد ان كل حد خلاص هو ممكن يكون بيقول الصراط المستقيم ومش فاهمه قوي. صحيح. احنا فهمنا الصراط المستقيم هو في الدنيا، هو اللي هيمدك على النور اللي في الاخره، على قدر سعيك في الدنيا. يعني يومنا ده اعتقد ان هو لازم يمر عليا كانه عداد بيعد حسنات، تجاره مع الله، الجلسه دي بحط لها نيه، مجلس علم الدعاء فيه مستجاب، اجر حجه في مجالس العلم، بحط على كل عمل عداد حسنات. هو كشف الحساب اليومي اللي كل حد فينا المفروض انه يعني يعمله لنفسه في نهايه اليوم، هو عمل ايه النهارده يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وعمل ايه والعياذ بالله يغضب ربنا سبحانه وتعالى. الوقفات البني ادم بيقفها مع نفسه هي اللي بتنور له حاجات هو ممكن يكون في غفله عنها. فعلا اللي بيبدا او بيبدا الخطوه، مش هقول مستمر، اللي بيبدا خطوه انه يحاسب نفسه، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. لو فعلا كل واحد
مر اليوم عليه وفي نهايه يومه كتب ده ايده. في ناس بتحب لسه كنت تأيد، هقول لحضرتك كده، كان زمان كده اتقالت الفكره دي ولقيتها من افضل الحاجات في كل مغيره امور حياتنا بقى، يعني لو ورقه وقسمناها نصين اعتقد كده ده حقيقي. كل حد فينا كتب والعياذ بالله عمل ايه ممكن يكون في يوم والنهارده غضب ربنا سبحانه وتعالى فيه، انا وايه اللي اعتقد عمله كده، يرضي ربنا سبحانه وتعالى. اعتقد لو بينا وبين نفسنا كده وقعدنا وعملنا ده هنتخض. ده حقيقي. لو عدينا بس اسبوع بالتجربه اللي هي قلتيها دي هيبقى اعتقد هتغير كتير. صحيح. Watch it.